نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وتقبلنا في الصالحين. قال المؤلف رحمه الله: أقوام العرب. أما أقوام العرب فقد قسمها المؤرخون إلى ثلاثة أقسام بحسب السلالات التي ينحدرون منها. Gek hadila ikrarna lal tabini kumila wadai ashar ki lamad wa kumid rusti sirad rasul sallallahu alayhi sallam ga aham kitab ki arraqib ul mukhtum darsi ki lamadah tini kumila wadai sharay ribaan ka namaha hi mawqab ul arabi wa aqwamiha arabta ul aham meliya digas geografi aham meliya dungida عرب السكيانة هي وأقوامها أقوام العربي عرب تقوم يدوش هي قبائل إيه سيدي وشيش البهائم إمام قوت عن الدقاء مغاغسي حبارسا يا شيخ كبلا ودي كتاب شيء مركبة هذا اللي هي أرض العربي عرب تقوم شيء من حيث الموقع الجغرافي جغرافي أهمي للمركاسي سكيانة شرع يا هذا اللي جيكا تيلا إكرار لغدا عشان كان ما يحوق صار دونا أقوام العربي عرب تقوم يدوش أما قبائل شيء شرعية تلمع المبارة قوم اسم جمع لا مفرد له من لفظه واسم جمع قال لفظه إيه مفرد له جمع واحد ما يرنى ما يكره إيه استعماله قوم بديا ما يقولك إن الاستعمال ما إنه الدليل سنين إلهي سبحانه وتعالى قلت جهاي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم بلا دليل سني سأسقط على بها دليل سني سلوات عربات سهل نبي سلمة كبير جي شطرق الدب ما يرأي عجز بيت ما يرأيه أهال حسب رجال أم نساء الرجال أم نساء موجودين معنا أهل حسن الرجال أم نساء وتتكاسي سب يعني وير سهاي بشيت وير راي تتكاسي ما تترك وعم يسب برامو سولي يا ردي بيس عليه لفظ كاسي معنا بحسب السلالات السرد يوغان في رياء التي السرد سو ينحدرون هجيدان عرب تبا منها من تلك السلالات السرد سي هجيها كجيدا عرب تبا قوميها قبائلها والمد التاريخ ستقيم الشرق عن الكيد سديد الدين مركز ميك السرع يعني السرد يوغان كجيدا عرب تاسيم يل يعني نسل أهل يكسد أهل جيدا يوغو في رياء يسد تحقوحا كبسد قروب كبسد سد فده يا إشاق هذا فده كوات ميلة رأي العرب البائدة عرب تيارة دي معنا هو هلا سنتي بابا ليا نرى أما في القوتي إسر قوتي هو البقروب وهم يور العرب العرب تيور ألو كداما مريد عرب تي مريد عرب تي مريد أو وقتها رهائن الذين هم رسول انقرضوا بهانا تماما سبما سنفرقوا هنا والبوك دمبوين أنا سيبين لك سيء العرب البائدة يلي تسيء وهو لم يمكن السلطة قلنا الحصول هلو
على التفاصيل معلومات وقف التريننج اللي هلا معلومات كاسو كافية دل أو كافية أنت تكفلها عن تاريخ التاريخية اللي هلا سورة قلنا مركة عربتوها في القطي أو سورة قلنا واربعين أو كافية أنت تكفلها تقول لي التاريخ اللي هلا هلا سورة قلنا معنا سيد قيمتكو وقا قيمة عربتكو بدأو مين اللي كسي العرب البائدة واللي كسي مثل وذلك مثل تصارع عند كاسي منكم مثل عاد عاد قبيلة الرجل القرآن إن بعض مشاك ويكم مثل وثمود ثمود كم مثل وقصب قصب كم مثل وجديس كم مثل وعملاق قبيلة الأراو كم مثل وأمين قبيلة الأراو كم مثل وجرهم كم مثل وحضور كم مثل ووبار كم مثل وعبيل كم مثل وجاسم كم مثل وحضر الموت كم مثل وغيرها غير المذكورة في هذه الأشياء غير أو قبائل قال إيه يكون من العرب تؤرد العرب البائدة اللي كسوا شاق بيليا فبيدا عربيت ملي شرق عليه وطارخي هنا ذو شرق عليه سنتيب سنتيب ذي وطمي للفير يري سرد يوم جيلة بحسب السلالة سلالة ميلة ري ميزان آلو آم سلالة فعالة ميزان آساسا بقياسا سلالة نظمين وقشانة من السلي سيبو يعني سلالة الشعرة تلتية سيبي بي من العجين عجين كي يقول لحبي من كذا رأسوك إلهي سبحانه وتعالى بيري ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين من هذا أبورني ما يكون أبورني والله سيبو من طين نوبه جل أقصي معنى قابل إيه إنسان كل أبور الدين كمدة سدلهم كبيا ويا ما يكون أبور إلى إله سبحانه وتعالى إنسان كي قوة نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام أما جنس الإنسان كم بس أسوأ أبور ما دام أو شو بس أسوأ أبور يوم تبى أبوك كمدة لوا بركة سلالة إذا بساسان كم بقى بساسان كمدة أبا أدي واي معنا بحسب السلالات سيرد بأويان تيادو الإمبيريو التي أويان كانوا يحضرون منها يوم جيلة مالك عرب تبا يتدئ عادة كمدل إلهي سبحانه وتعالى بيلي وفي عاد إذ أرسلنا عليه الريح العقيمة ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم عيد ثالثة منذ مراسة وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين لماذا أيضا بك كده لماذا سيطلبه إن الباب قبل سوى المنفر عرب البائدة ساسا لك عيد سورة الحاقة الحاقة القرآن دون غيران آيتي في جرد ميراسهم مركز غير عادة مشاكو يا ميراسه إيو معنى لما خلالون كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية والبقية هم بجري تتكاس حرق آسه آيتي مركز ميلو بيكفرماس بأنهم انقرضوا والفرقوي والبابي والبنكوي مركز عاد إيو الثبوت إيو الجديس إيو التصف إيو قوائل كي هتتل عشان يقولوا ميلي كسي العرب البائدة قيمت لما تقول عربتكم من دمي والعرب العاربة عربي أصل كهايتي خالص كهايتي وهم هم العرب عرب المنحدرة تهجد من صلب يشجب ابن يعرب ابن قحطان يشجب ابن يعرب ابن قحطان دوتي عربتها تجد ملي كسي العرب العاربة ملي كسي وتسمى ليلك مقعاوي سلاسي وكلا بالعرب القحطانية عرب تيوا القحطانيين تهايهما ولك مقعاوي مقعاوي اسمه ولا الفساد تيبت لما هو عربتكم من ده ما هو هي العرب العربة عرب تيوا خالص كهايتي او يعني جنسك الهيو ده دي اسم مرسلين او ساسين جنة ده صاف او عربي هاي او لما ده دي بأمر وأمم او ساسين وهاي هم بي مركا عربتم مي وهم يقول العرب العرب المنحدرة الجلد من صلب يشجب ابن
القحطان يشجب أن يعرف أن القحطان دون شيء عربي بجدي يا من لكسيه العرب العاربة لكسيه وتسمى من لكسيه ستاسوك العرب العاربة لما بالعرب القحطانية عرب تقرر القحطاني هاينا ما قحطانيين دهاينا ولو كسيه مقاقا سيدا ولو كسيه ولكين هي بتسد حاجة عربتكم من دمال راي العرب المستعربة عربتي عربوتي أي المتعربة ولد جيدة عربوتي كان وهم وهي تعربتم المستعربة أمي وهي العرب عربو المنحدرة الجيدو من سب إسماعيل عليه الصلاة والسلام نبي الله إسماعيل دون شيء عربته جيدة أمي لقرايا يمي اللي كسيه العرب المستعربة يلي كسيه الكريم وتسمى عربت حمقي كسيد حال عربتكم من ده وعربت مستعربة ده مين اللي كسيس ده سأقرا بالعرب العدنانية عربت من العدنان يلي كسيب عنا فقال سين ولا كسي حمبار سيين مركة تفاصيل قلت دون الشيخ هالهراء سديدي أرد الطلب قارها لما دي قلوه جيب عربت دون جيد كنونة لما هذا سقوله لين شان بهاي أما تو عربتي كلوا بقول لك يوربهم كنار بيرن فألتر لهم من باقية يا به جب جبيني أنا زي ولا تروح الشيء كوا وقت بعد نسوق لهم يوم ما براك بعد هنا نبي براك بعد ما كره لأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية خلاص أما تتكا زي فارد دي نجا سكيري ما يكين هنا بركم العرب العاربة العرب المستعربة لماذا سقلات كيري العرب العاربة هشاغني ميلي كسيرني العرب القحطانية يلي كسير العرب المستعربة هشاغني ميلي كسيرني العرب العدنانية يلي كسير شاخ مركب من تفاصيل بيه في الفضائح عربتي عاربة هاي قال المؤلف رحمه الله أما العرب العاربة عربتي واصلت هاي تماها وهي تنشعب قحطانة قحطان أرد معناها لا بوشي جلب ديتسو فمهدها الربتية ميل أساس إيه أو الربتية هاي أما الجبلية هاي دي بلاد اليمني بلد اليمن لتصور وقد تشعبت فرعون دي قبائلها قبائلية وبدونها لفاجة من ولد السبق ابن يشك ابن يعرف ابن قحطان أولاد اسم الجبلية فرعون ما بيها نسي ما يكون فرعون ما عرب تعارب ذلك الكلام سبق ابن يشك ابن يعرب ابن قحطان ميل يا فرع ما كان سبع لراي وبديس يا بسي فرع من غلق فاشتهر ما عامنا كذاي معروفنا كذاي منها من العرب العاربة عرب تعارب هاي تيجي قبائل جنب هجو ما عامنا كذاي حمير وحمير قبيلة ذلك الراو حمير من السبع قبيلة ذلك الراو يعني حمير من السبع ما يكرب في السدعي قبيل وينو عربتكم بدأ يا حميريين اللي راوك أبتر صدد ونصار غان وكهلان وكهلان أكو بدأ يكو سبا إيه وأما بقية بني سبا سبا ريالك إيه بقوا لو أنت تذكر ما وهم يو أحد عشرة أو أربعة عشرة بدرة ثم إنكو مطمئة فر لفا لا فيقال لهم اللي كسي السبئيون سبئيين اللي كسي وليست لهم السنانة قبائل 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 كسو دون السبع دون قبائل السبع دون بني السبع السبع أولاد تيس قبائل وفرع تيه وغير يولين من الله أنا العرب العاربة ما يقول أنه إني أكرام في السلاية سبع ابن يشتم ابن يعرب ابن قحطاع يوجي ما اللي انتيبه لما انتيبه ضل انتيبه ما اللي كرهي سبع حمير ابن سبع يو كهلان ابن سبع يلي شلقا مركا ما يكرن جلان الكاري لما لفظ موين اما قبيل موين هانو هاينا هو إلا تميكو و إلا تميك فرعه سدي أنا عربتا غرد يا ذاتو بشاكو هاينو عربتا بو عارض الإيه والو يوك أبتر صدايو أولاد السبع نعم هاينا مجرام الكاري معنا انتك بلوين انتك بلوين انتك بلوين ريبت لما أو بشاق أقاد ذي ميل رأيه العرب ما يتفاصيل يسيبه فأما حمير وحمير ماها فأشهر فأما حمير وحمير ماها فأشهر بدونها جلميديها كعانسا والفاجها كعانسا ما يكون بدأ وضاعة
قبيل قضاع ليرو ومنها قضاع ذكمتين بهرا وقرض ليرو وبلي يبهان ليرو والقيل وكل وعذرة ووبرة هان منكم من أيين قرض ليرو قضاع ليرو يا ترسي سداس أوكرا حمير لفاجئ وعامك لكسام منكم من السكاسك قرض ليرو من وهم هان وسكاسك ومبيني بنو زيد بن وائلة ابن حمير زيد بن وائلة ابن حمير أولاديسه ولقب زيد زيد لكل راو ميلين كنانا زي وقولين بيه السكاسك سكاسك لفظ قال لي راو يلين بيه وهي سكاسك تنتقل اللي شغو غير سكاسك كندا تا قبيري دي كندي لي راي سكاسك دي كنالة غير شهو قاسي مهه سكاسك دي على ديتي هاي في بني كهلانا هاي كبني كهلان مرقوم كشاكو يعني المكهلان مرقوم كشاكو يعني يما يرغدون قبيلة ويانا سكاسي دي رايو كهلان تاسيك نحجر دي أرغدون بركة كهلان تامينو كروح عليهم قلو سكاسي دي رايو أو كهلانين سلاس أوكا الحين يرتنا مينو كروح عليهم قلو كروح يانا سكاسي بركة شالي هناك اللي شاكا تسليديو يكي إنشال سارة فضوائي عربت مركة ما هي شرقة عرب بايدة عرب عاربة عرب مستعربة كل يبي هذا ويضمن لكن ما يفضل يعني أنا بره رجية عرب مستعربة ده عشان لو بدي كويسي أرجو ضمنه ما يلري النبي الله إسماعيل أبتر سلايا من إلا قرآن مركا يو عرب تخلص كهايتي مهاينا لكن تاسوال بوم كل باسوك تردون بكونوك سامياس ويوري عرب نماذا إما على شكل نجد وإما الوقت عربي تسوك سايو سفايل أنت هذا لو بك نجد وقع قفك صبت ما يجريه أحاديث رسول صلى الله عليه وسلم له بوريا وجرام قال تاسيك هذا لا يعني محمد الغزالي اللي رو كتاب سليف السيرة اللي رو يا جرب أو السيرة دسكت هذا رو وتبغى ده اللي كتاب بس كتاب كوميد حقيقة القومية العربية وصورة البحث العربي بعث العربي كتاب اللي رو يبين لها ولا أعني بالعربية دم مخصوصة عرب ما أنا من الجيل ليقال أهانك من الجيل بل أعني كل متحدث بالعربية ما يجد لقصة عربية كدوها ونس عربية عربية لجيرية لي أو متاسي عرب تشاقتي بسورة أبتر صدو لأن عربي عرب مركل يروح يا بار رسول الله تقاسي حبار سلام يكون من الإسلام ولغة الدار لغة الدار يا رو لغة الدار مني كسي عربي هي لي كسي لأن اللغة الوحيدة التي يوجد فيها حرف الضاد ولغد الكلية حرف الضاد كأنه بيرو سلاس دراتية ما اللي غريه لغة الضاد ما اللي محمود غنين قبايا اللي يرو قسيدين يرو سليا مجد الإسلام اللي يرو يمي اللي إن العروبة لفظ إن نطقت به فالشرق والضاد والإسلام معناه عرب نماذ واللفظ هديات كنواق من الجذب الشرق الإسلامي لكم المسلمين تدقائم ما يقال لي الجيدة والضاد في قد عربي ما يقال لي الجيدة والإسلام وإسلام نبضة مركة التاسلام الشام رياسة ما معنى دم مخصوص ليه قال أنا ذو من الكرياو ولذلك أول حافظ من عساكر قال جيس قال جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان الفارسي وسهيل الرومي وبلال الحبشي الحافظ ابن عساكر كتابه هو تاريخ دمشق لرو يبقى وريه اني حرب قوف في سلمان الفارسي دو سهيب الروم دو بلال الحبشي دو يما يكون لغلي رو قيس ابن مطاطية لغلي رو يرقوي مركزة ما رأيه هاو لا يكون قوان طفل يام الأوس والخزر الكوي أوس الخزر الكوي ورجو قسني عربوها
دقة دقام ما نسر من بنصرة هذا الرجل لم يكن أي محمد الجلجاروني بقى كهن عور جو القصي عربيو فما بالو هذا وهذا وهذا كم كم ما يجون جديد يومين عرب ما ما فديا ما يجيد تدخل سطراء ما يمرق سهيب الرومي بلال الحبشي سلمان الفارسي فقام معاذ بن جبل فأخذت بتلبيبه معاذ بن جبل أسلم إسلام مركب بكلية تقوم بذلكي مركز ما ينجيه رسول صلى الله عليه وسلم ينجي رسول كما ينشاه هذا الذي هذا اللي أنا شايف نبي عليه الصلاة والسلام إذا نعرف سوق كرني حتى نقول كنت جيل سفلي نكير ناين السلمي مساجد كهكالي طبعا إنديس مساجد كنس كده ناين رسول صلى الله عليه وسلم مركز تكيان نسكويري نبي وخطبة آخري خطبة يسوع آخري يا مايكم بتاعي يا أيها الناس إن الرب رب واحد وإن الدين دين واحد ألا وإن العربية ليست لكم بأب ولا أم إنما هي اللسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي نبا عليه الصلاة والسلام في ابن حميل ياهين عربي قد لقون سيسيكم إذا آمن من أعنى مياه لقل لك أفعال بيت الدوها هو هل يجي أرضي ميواهين لعربي ولذلك ميوغا دسنا قربي الإسلام هو ناي يعني قربي هو محدثين تيرد بضا وإمام مارتين مسلم وسلمين ديا تيرد بضا يعني مو بضل كوميدي يعني أما رجاس إني أصلا جوا هاي نا دار ده معنا عربي هاي يا رجاس معنا مركا ساس أتنا بضي عربت يعني لغة دينجي يعني نقص مكبر مركا يعني عروبة دم مخصوص كمان إيجا عن المئات إنما الله كي لغة ده هذا جيو أو سفير بوك هذا فهو عربي مركا تسمين شغله العرب المستعربة طعن المصوب يا زمرك عرب نمدي ومرك عرب العارف فأما حمير وحمير ما فأشر بدونها لفاجعة كعان سميكو ميت سلاس أوكا لقضبت سلاحة دبور لودو زيد الجمهور هانا يراو كميت ومنها زيد الجمهور كيا ميت كميت حمير الأصغر حمير يرو كميت وسبع الأصغر سبع يرو كميت وحضور كميت وذو أصبح كميت هام كميت يونا قبائل أو يقول لك كابتر صلاة نحن يريد كيف كابتر صلاة أما العرب العربة عربتي أو عربودي أو عربتي أو عربت هايتي خالص هايتي وهي عربت هاي الشعب وقحطانة قحطان أرض لابودي بول الفاجي وبجلبي ديسا فمهدو هذا ربتي ومكان جي السلقة بلاد اليمني وتبكي يمن لرايا هذه وقد تشعبت فرعون القبائل وقبيلات دي فرعون من وقدومها لفاجي ما يكون فرعون من ولد السبع ابن يشجب ابن يعرف من قحطان فاشتهرت ما عام بحذي هو عام لقتي منها من شعب قحطانة قحطان أرض المعنى تربيدي تي يا قبائل ما عام لقتي هي عرب عارب هذا الجوب قبيلة تاني لما قبيلة ضد ماشي لي قبيلة ضد وهم الله ما ضاس قبيل مين حمير من السبع هي وكهلان من السبع وما ضاس قبيلة إن شاء الله وأما بقية بني سبع سبع أولاد تسكى لباقي هاي ما وهم أحد عشر أو أربعة عشر بدرا تميكو وتميه فرلف أضواء فيقال لهم إلين كسي السبعيون وإلين كسي ويسد لهم من سنان عرب تعارف ده قبائل قبائل من سنان قبائل تأسود دون سبع دون بني سبع سبع لكل رب أولاديس غير شعر من سنان كل شيء تلك أنه سنان فأما حمير وحمير ما فأشر وبطول يا بطول حمير حمير لفا قوم التهان كعاس المئين القضاعة وكمدة ومنها بهراء وكمدة والبلي وكمدة والقين وكمدة وكلب وعذرة ووبرة ها وكمدة ما يكلا كمدة هي السكاسي قول العرب وهم سكاسي تبنو زيد بن وائلة ابن حمير ولقب زيد زيد كان ايه أو زيد بن وائلة اللي رونا نسي سمين راي السكاسي كان اللي رسيه وهي السكاسي تتنع او نادرون غير السكاسي كندتا كنت سكاسيتي غير جو كنتني الاتيتي اما سكاسيتي الاتيتي من كوي دوتو في بني كهلانا غير بني كهلانا وهذا الان من كوي دوتو
سلاس أوكر حمير جلبيدي أبو لفاج يمن كمدة زيد الجمهور كان لكسو ومنها بزيد الجمهور كمدين حمير الأصغر حمير يرو يو سبا الأصغر سبا يرو وحدو بدو أصبع يعني مجيال واحد قبائل مجيال دول اللي تبي واحد وأما كهلام أتمنى قيب تلما أطيح ميرا أبو شابويني قيب تلما دمدو وأما كهلام وكهلام ماها فأشهر بدونها بدون كهلانا كهلان لفاجها انك عانس ميينا همدانا وكمدة والهانا وكمدة ميكلا كمدة وطي يا كمدة والأشعر يا كمدة ومدحج يا كمدة ومن مدحج من مدحج يا كمدة ين عانس ايو النخع والقلوي كان لراو ايو ولخم لخم وقف هاي ميا ومن مدحج يا كمدة ين عنصر إيه والنخاع لماذا قبل يوم يكون ترسيين من حج ولا خمكم من أمريكا لا خم من كسيعة فمي همدان يوم كسيعة فمي إيه ولي كسيعة ومن لخم لخم يكون من إيه أتانا كندا ومن كندا كندا ما يكون من أتانا ثم ومن كندا تكندا يكون من إيه بنو معاوية والسكون والسكاسي السكاسي تهود يسقلاه سكاسي تم تي أرض كهلان كجرت بيه سقلاه يا تشهد معنا أنت كشهد وجدار كمدة وعاملة كمدة وخولانا كمدة ومعافرة كمدة وأنمار كمدة ومن أنمار أنمار تي كمدة إن خفعمة وبجيلة ومن بجيلة تي كمدة إن أحمس قبيلة غيره والأزد سلاس أوكر كهلات قبائل جميع كمدة أزد قبيلة غيره كمدة ومن الأزد يكمدة إن الأوس والخزرج أوس خزرج خبايك اللي راي إيو خزاعة خزاعة قبيلة اللي راي إيو أولاد جفنة جفنة هذا هي اللي راي أولاد إيس ملوك الشام إن أولاد جفنة بقرود الكوك الشام اللي راي قليها يعني المعروفون اللي كساي بآل غسارة غسار آل كجي هر كجي اللي كساي أمام اللي راي ملوك غساسين أنا ولا رمار برطارد ملوك غساسين أنا ولا كساي marka gudaha labadii qabiil uu geenayeen oo al-arab wal-aarab ku tirsanaa in sharaxahay al-ee ximir gudubni kahlaan aad tan in sharaxahay marka kahlaan taa soo yoog mid ee kahlaan marka ma hayday qabiilada ee leenno ee dugina hayday Cali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya ila subhanahu wa ta'ala sabab ya leeri macnaa islaamowdo iyo islaam hadalo kubba Cali ad-Darwi anuu meeli radiyallahu anhu Allah megal iyo biraatiyo ba sidaas oo kale may garab markas ba garab sugnaayna dagaaladii oo sagalada imaam cali radiyallahu anhu markas ba garab sugnaa marka isugoyo arday ku hadalo imaam cali meere leere falo ku dawaba ala baab jannatin laqul fi hadana udkhulu bi salaamin hadii ana ilbaabina ilbaab ruuhu hadalay reer ka hadla dad gelif gala leh fadhiyare macna hal qof isin suugu mid dad dhigar mi baayo jinaad aragtay nabad gelif ku gala yeer fadhiyare macna yani ansar tisaayay eedan ka gargaare sun wa sabab ay islaamo iyo sun sabab ay ama baqorada la kale owlaadu jafna oo li kasaw bi ali qasal li kasaw yar ma hayanahi dad baqoro oo qabeeladu ka halaagay leh ku tirsan lahayn hasan ibn thabit لكل رام شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكسو مي هاي شاعرين ده من قبيال قول لكسو مخضرمين ركعداء لحدن سنة يا ما هك نوراي إسلام كور جاهلي دي لحدن سنة نوراي إسلام كور دمبنا مين نوراي كور إسلام ما هذه كده حجرا لحدن سنة كلا كده حجرا مرك بقول له بعمر نيراي بقول له بعد كاسس سنة قبيال هاي هتيجن هاي لي مرك دمبنا مين نجاي شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال قبيات يؤدي دفاعه أو رباهن قابل سا يا سيدي إذا عدوه التلفزيون هذا الأرض جاك أبو سفير اللي كده يصدونه والبدن ترى أبو سعود اللي كده يصدونه والبدن بربريا وقت جاس التلفزيون ما بجرنا إذا عنده بجرنا قبيات قد كل قبيات تريا أفتح كأفيال يدفع عجر الدين الإسلام ولكن بقى عليه الصلاة والسلام يرجع حسان رسول هذا راو أوج وروح القدس معه gaalada weerar afka ku weerar oo lugu dusakeen jiray jibiila garabka ah weerar saaray jiray rasuul sallallahu alayhi wa alihi wasallam marka hasanku yahibu barada yusaffaqu
بالرحيق السلسلي بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الدراز الأول. يعني كلمة وقيمة بضمة معنى له، لكن جدد أنا ما يلي تأمينه كتير معنا إني أرد تعريف لقيمة لهاي أنا أو حتى شاعر برسول صلى الله عليه وسلم ساسي أماني. وهاجرت هاجرتي بنو كهلانا كهلا أولادس هاجرين عن اليمني قلت يمن غرايك هاجرين وانت شرط بنو كهلان فافتاي في أنحاء الجزيرة جزيرة جهوين يكفافتي جزيرة عربة جهوين يكفافتي يقال ميل الشيء أبا يقال ميل الشيء كانت هجرة معظمهم بضيشو هاجروشو إني هايدي وقت يوم كحيانهم بهاجرة قبيل سيل العرمي سيل العرم ذات اللي كساي وليرق هر إني أرد المعنى يهاجر ينشأك حين وقت إني يهاجر ينشأك فشرت قول درايستي تجارة تجارة دي وما كان عصد قول درايستي وقت قاسي إني يهاجر ينشأك طبعا سيل العرم كله أنا حسوس ما أخبره قرآن مشاكوي لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم كهلان راو ديغاني يدقنا مقحنا لكاري كبورنا لكاري جزيرة عرب الجهيد يكفافي أنا دعوت يدخل عن ما هاي ده هاي يمام هاي وبعد جزيرة قبر جكار جزيرة ما شرعي أبو هذا نهيه وتمدي أبو قبر ده إلى ما شرعي نهيه ما هو ده شرعي أيه سفيره مش شرعي ما هو ده شرعي جزيرة بيرني يمن سعودي إمارات قطر وي بحرين عمان أمر الجزيرة العربية عملي سوي إلا كتاب بس غير حسين كنا نقدر كل مدر أو بعض حتى كل مفهوم مجان قاعد نعدين جزيرة هيك ما خاص ما الفضل كل مدر أساسي كي كتاب مفروض أنه إني والمفهوم من الباقي ما كجزيرة عربة هدي اللي ري يا ما أحسن يا كلتو هايتي ديغان جو هايتي يا من تينو كتب أنا جهوي كي كنا ما هدي اللي ربعنا جمال إنه سعودي يو إمارات يو قطر يو دوحة يو عمان يو ميروما قحي ودوب ساسنا قلت وقت يو قولي أنه ما هدي قبيل السيل العربي داد كي السيل العربي كساي انتو سعودين وليين بهر يو قولي السيل العرب ما إني يهيب فقل إلا بعد ميلادي ذا معناه جمعت هدي السؤال سي مرسدة أول لما تميل الدين مركل له في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من يرودي أيه هجرة الرسول من يرودي هذه بقول لما تميل الدين سيل العربي أيس كده كثير تلف هذا يعني عشرك أرضين ما متهم قفنا اسكو مصلا اسكو ده السنة قفنا أرضين قفنا أرضين يعني تسمع من فلان الجريد الرسول كم هذا هاي دي وقت كيس بقول له بس سيل العرب يعني معناه جماعة الجري ولا رب مجمع انت الجري يا نبي محمد دوم دارا ده أما باجي ما بقولنا إنه دوغاس اللي شجع يا نبي محمد دوم دارا وقت كيس مشابه يعني رسول القرآن لا يشابه لقد كان للسبأ في مساكنهم آية الجنة رسول الله مشابه نبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن ما قبل مدارة ينتبهوا يا واي حين وقت يقول لغل كاري كهلان فشلت كل ترسلتين تجارتهم كان عسكيتو لضبط الرومان رامك عدادس كي يصارين هو سيطرتهم قبس الشدي رامك يقبس دين على طريق التجارة البحرية جديد كي أو جد بدأت كهاي أو جناس جمراي يو فسادين فسادي يو رومانتي طريق البر جد كي بري كهاي أو لك سفراي يو هلاي أو يو هاي المعنى بعد احتلال مكي القدس ده قدام رومانك بلاد مصر والشام ودك مصر لكسائي والشام
ودكي مثلا من كسايشة ما شاد عربته ما يقلل الدرس هاي أن نشاي إمبراطوريتين عظيمتين لما إمبراطورية إدروي إلى سبحانه وتعالى القرآن كلمة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض غلبت يعني فيها صيغة للمجهولة الاستعمالية مغير الصيغة يا راعي المذوق نحو ذنب الغضب صيغة بدل الدماء مبني للمعلومة غلبت الروم والحب بني أي حب بني مرقب إمبراطورية كانت جلت بيلو يترتب مع إمبراطورية الفرس يلك جلت معها مرقب فرس الروم يسد ترتب جلت مع مدن إمبراطورية هذه غلبت الروم إلى بيلو كي يريد قوتسي روما كي بيلو القوتسي تذكر بيلو فذي تاو هذا يرتب هود بني دي تاو هود بني دي فرس ومرقب في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. مركا المهم لما ذي إمبراطور يدرس كلها يا إمبراطور ذي رومانك يا على ذي مركي قناع سيدة وفشل بي أو قول تريس ذي كهلانيين ذي وهاجرت كنا هوي ميلس وهاجرت كحدة بقول ذي بنو كهلانا غير كهلان عن اليمن يمن وقوري وانتشرت فافتي في الحي جزيرة جزيرة دي عبر الجهي في جيك فافتي يقارب الشغيين كانت هجرة المعظمين مدين شهاشي هاجر الدين هاجر قبيل سيل العربي سيل العرب قارب يو هاجر حين وقت فشلت كنت رئيستي تجارتهم تجارة ديو لضبط الرومان روما كي عدادس كيو سارن درتيس هي وسيطرة سيطرة الرومان روما كي قبس الشديو على طريق التجارة البحرية جديد كي بدل لك قنع سلاي وقبس هي وإفساد إفساد الرومان روما كي فساد يوجو طريق البري جديد كي برقا وقنع سلايس بعد الاختلاف الين مدية قبس يقدم من الفسادين بلاد مصر والشام وذلك مصر الشام الكسائي مركا مركا سمي له يعني أرد هذا القحم باي ويقال صدا سؤال كالمين للشيخين أتطور بوايد وواحد بل إنهم يوم هاجروا إن يهاجرينه والله كهلانيين توده بعد السيل سيل العرب بضم حين وقتين هاجرين وشيء على كل حرف والنصر فر إبر بقهرات سكر يعني بنات برا نوليس أساس كم بر تاسي بر تاسو حالا قبل كم بر كيو كيرا بيري إنه كباب إنه داد كه كفرمي إلى سيل العرب كأيوه هي يعني وبيحرق وين هاي تاريخ يعني بيحرق دي مركز هفر ما يسوي في المركز باري انهم بابي حول اقل لي والبا هاي دي مطلب باري بير دون ميلي مركة هاي والبا هاي ومركز مجرين بينهم من نرلوي تسنين ويقال ما يلي شغي باري انهم يويني ارلي هاجر وهاجرين وبعد السيل داد كي بعد دي هاجرين دا سيل العرمة حين وقتك هلك الحرث والنصر برق بير بهلات سماء بعد أن كانت التجارة تجارة دي صداس وقال من فيها هاتي قد فشلت تقول يدين وقول دريس دي إلا ما يدي أسي القوة الشرائية قوة دي والقضى الشدة مجتمع هكوس شغل هاين بير هاين برق هاين ليشغى أنا هدي شيء هذا كفايل أنت أرى أريد أن يكون قدر القوة الشرائية دي بلاس قوة دي والقضى الشدة دي بلاس قوة دي والقضى الشدة يميلي كوباتي أو الدول قدشين هم بتي بيري باب يلا ذات كيا كفر من فيلم يا لمركا أنت يقولوا لك ويجي والله وكانوا مها نقد فقد قوة كهلانين كل وسائل العيش نللي والبلك ديرايا واحد وابتغوا إليه الوسيلة معنا فراقة هايدي الوسيلة يعني كل ما كل شيء يتوصل به إلى شيء له شيء كسر الكديرة ووسيلة له ما لو بحي أبا الكديرة وما يكون من ده إن هذا بر لها تحور لها قال لها تهرم لها تقول لها تو إن هذا بكار لها تو إن أرض بير لها وسيلة إن جرو يعني شيء كدير سوى إن هذا مرات ما معيشها إن جرام مرك كل وسائل العيش ما لو لي وحي أبي الكديرة لا يكون شيء يبقى بأهلك ويؤيده أركا ما يؤيده وتاجره إني ورك ساسي هاي إني منتم بعد السيل العرب إليها قحيم ما يتاجره سياق القرآن القرآن بحب ذنجي القرآن بحب ذنجي سيديو حب ذمانا ومسكين شاكوا إيه
يا عرب وقصيد تاجر وركير سورة السبع سورة دو سورة السبع اللي كسو فيري آية تبي الشراب إلى آية تبي السكار فأعرضوا وأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا والجزاء يعني إذا كان بين كتب ويجيب إلى أمر الحبيب إليس أسلك شطر ولا غرب يا قلة مرقاديك ومطف الساد إبادة السلاس أكرا مصائب تيانا كده يا سوا ولا غرب يا قلة أن كانت هناك إني ميلسي جرتي عدا ما تقدم ولي الحشاني مركل قرابة منافسة ترتقني جرينا أرض يا قلة والسبب نجد قرابة منافس بين مدون كهلانا ومدون حمير لا فيه رير كهلاني لا فيه رير حمير نعم لحي تفتدك منافس هذا سوء أدت جيسيدي إلى جلاء كهلانا كهلان ميقورت فقد يشير إلى هذا أردت تنمي تلماماسة إلى بقاء حميرة حمير إن يهرتي مع جلاء كهلانا كهلان ميقورت معنا كهلان ميقورتي حمير نهرتي يا أردت تلماماسة أنا أنت ما يكفى ماسة لابد من قبل لما قبل ولا لا وعايا نظر الحرير يهجل دار يراده بيه يراده أركاني لما هذا قبل ترتقى بيايا كل استقالة سرريح لي لقواه لكتجا لما الموارد إليه النقل يراي لك حرب ياو دوم كجرا سدى عادة وقت كبادي ذي وبيرو بعد بعض أركاسة يعني لك حرب ياو بيها لك حرب ياو سوهم معها سدى أكر ما كنا ما هذا قبل استقالة كهلانتي يا حمير في سكنا قدر تي ماي كلفتي بركوك ماي لوك إتا الرور عدي هير كهلا غلوك إتا الرور عدي أبلوك إتا الرور عدي بلوك أول ترور عدي ماي كلفتي إلي لوك يمن يودك لأينا كتبع من جهة كالبا يمن تي كهير يمن دو حميريين تي كهير يمن ولدي حمير غيراي يمن كهير جي ويمكن أستاذ أكر ما يسوك تقال تقسيم المهاجرين مهاجرين إلى التيبي مهاجرين تي أمي من دون كهلانا كهلان لفاقين جاكم من ده إلى أربعة أقسام أفرطي من الإنقاذ كرة مقوم حتى ما يسكرنا أي حمير إلى بلوكي كهرتي كهلان من قحني ظروفها هي قحنا أور ظروف غالب لشاقي توصيل العرم يقي حيارني تومين يقول تسجيجين يقول حمير بطيو بلي إلي أدو كليك الكالفي ساسي تحيمار يقول تومين رنهي قناعسي يجو يقول دريسي ساوكو يبي واي عداد سامي ساريهي رومان كي عداد ساري جديد كي هو بدد إن جديد كي بريك قناعسي يمتو بقى قبصني تاسا مركو مين كلف لهي إني هم تنارو دين أولو كلو يديرو بلا سيد أحد السبب الشيخ الشيخ مركا هدر ما يفضل الشيخ ينسو ديبي قبائل كرير كهلاقو قحير بقوري ينس قيم يوم فده ما هم قيم يا أفر قيمه قيم تكوة ما يلري الأس يلري وقالت ما هاته هجرتهم هاجروا على رئيس سيدهم لكن مضي الشهائي مراك شهائي أرض المعنى وكبيرهم على رئي كبيرهم لكن أدقوا إلى نهائي وقضي هاي تليل ساكن نسنا يتلك إلى هاجروا كيو هاجرين مغادي نميلري عمران بن عمرو مزيدية للرو يهاي معنى لقتل ذبي فصاروا سعدين يتنقلون يوم كبورا في بلاد اليمني يمن كي يوم كبورا يبه ويرسلون درايانو الرواد سام كدرايان سام سام الدرجنة ملكس سام الدرايان يعني ميلا سهر نفيري تفكر رفضانه ميلا سهر نفيري يعني تدعون فقد الله نسر الله إلينا ثم صاروا سعدين بعد ذلك مركزين بدم إلى الشمال جهدوا قوية به إيوة الشرطي جهد أرضي برياء به قدروا كي يمن لكم منه وهاتو هو تفصيل الأماكن وصيالكي ششال لكوكو التي أماكن تي سكنوا دقين فيها في الأماكن أماكن تي أما بوصص كي بدقين بعد الرحلة بلوك بدم نهائيا قبل عام مركي دم نهائيا سكي بقبئك وعام بدم قويه فابا بقول المعنى نزل عمران بن عمرو عمران بن عمرو لكل اللي رو ميت جاي عمران بن عمرو ولكي أضيشه هاي ثلاثة من الهايات دي ميت جاي في عمانة عمان ودك اللي رو يدي واستوطنها كوضب
وبغيه هو أسقي وبنوه أولادس وهم يومين لكسي أزد عمانة عمان أزد قبائل كأزد عمان لرأي اللي كسوا واستوطن الدكتي بنو نصر بنو مصر ابن الأزد ابن الأزد بنو نصر ابن الأزد دي أنا قبيلة دي لرأي يا أنا ما عندك ديك هلانين تلاقوا من دينا تهامة تودك تهامة ده ما يواين قبل كان عطوه كساو سعودي على المنطقة الشرقية قبل كبر اللي كساو يا وقتك استقام الهرجي وهم ها ما يوايونا أزد الشنورة تولي غير يعني هر ما يلاري أزد عمانة غير حال ما يلاري أزد الشنورة تولي وعطا فبر ميال كان ثعلبة بن عمرو لكن راي وزيقيا نحو الحجازي حتى ما بهي لنو حجاز أفضل حجاز على الرقوم أظلم في ميران مقالوا إنجي كمس الحجاز في جغرافيا أعمد كمدة مخو كمدة مدينو كمدة طائفة كمدة حجاز لما اللي غري لرأي لأنها تفسر تهامة عن نجد تهامة بكل رو تهامة بكل رو يا مي يعني تيدسي أما كو رح قراسي نجد الدول كل عرب نجد الدول كل عرب مسونا وقصوا عودي قال لي كومي دي ميلو أبا خلا نادا عاصمة كيالو رياض كيالو قالوا كار دي معنا الحرير كيالا ميلي ري نجد لين كساي تهامن مير المنطقة الشرقية قبل كباري وصوا عودي قومي دي هو مركا حجاز لما داس قبل قطيوة كيالا مقالوا كومي مسنا ميلي ري مكة هي مدينة هي طائفة كومي مسنا مقالوا دي عمرو بن مسكياها ميك نقاذيه بين الثعلبية والإيقاف ثعلب وعطف برمي ثعلبة بن عمرو مزيتيا نحو الحجاز حجازي برمي فقام نقاذي بين الثعلبية ثعلبي ميل الإيرو إيه والإيقاف إيقار ميل الإيرو بين اللحي تيك نقاذي ولما كبر مركوي نادي ولده ولد أولاده اللي بدأ أولاد اسمه كوينا ذا نقوم أولاد بدأ مينا كنت على أولاد وينا ذا وقوي ركنه قوم كتين حوه إسلام الركن هنا بمعنى القوم والعشيرة عشيرة إيوه يعني قوم اللي هو ذا ركن قاعد اللي شغاله الله سبحانه وتعالى سورة دي ريك الليالي في قصة نبي لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد إلى عشيرة وقم أو حرب مركاتم من الجاري ولما كبر لم كان مركوس أرض كبر ولده لم كاو كم مشابه أن ثعلبة ابن عم مركوس أرض تديس أولاديس مو وين هذا قرن وقوي ركنه قام كتير حلو إسلام طلبا لقده صار الدرير لكم أحول مدينة مقالدة مدينة جي أمصالي فقام نقاذي بها بالمدينة مدينة نقاذي واستوطنها عن وطن والد ميلس ودن بيتين دقاء والد ومن أبناء ثعلبة ثعلبة أولاد اسمي كميتة وهذا كان ثعلبة ثعلبة هتا شغل لجيدة وثعلبة النعم أوم زيتيا هنا أر لكسك أولاد اسمي كميتة الأوس والخزرج كميتة ابناء حارثة من الثعلبة حارث ابن الثعلبة أولاد تسلم ولا مدي أولاد سبالي أنا أوصي خزرج مرك أوصي خزرج حتى أنا ما يفهمان مرلمات إني أكملتي قبائل كور دا كهلانيين تكملتي كهلانيين يا كملتي وهم من العرب العربة عرب خالص كأنه كملتي دكشو أبوشو أصل كأنه ما يواهين ثعلبة ابن عم يو ماينا دلي أولاديس يا دلي معناها أولاديس دلي ومن أبناء ثعلبة ثعلبة أولاديس ميكم مدى هذا كم معنى الغوص والخزرج يوكم مدى بسبب ذلك أبتر صدام ابن حارثة تنام حارثة ابن ثعلبة يا دلي معناها أوسك الخزرج حارثة ابن ثعلبة ابن عمرو يا دلي وتنقلت بوري منهم حارثة بن عمرو وهو خزاع وتركت لغور بوري منهم ذكي هتحت لها شاي
حمي بوري حارثة ابن عم وهو خزاعة حارثة ابن عم هي بوري هتر معنا ميركل بترقى لمركل لي بمعنى أنه لم يستقر في مكان واحد انتقل من مكان ثم إلى مكان ثم إلى مكان حتى استقر في مكان معين بيرب بوري وانتقل إيه وتنقل الشيء وانتقل هو بكير بوري بروبو على مره وتنقل هذه الكير بوري مكان أنا ما يكفيه إحساس إن الأورجين بوري وانتقل بوري هو بكير على مره بوري ميلودي وتنقل منهم حارثة بن عمرو البوري وهو خزاعة وبنوه أولاديس يقولون في ربوع الحجازي حجاز ملكلين كسائي داروني بإذوك كي أما الديقاني دي تيس يقول بولا حتى نزلوا إلى يوم الدقائن بمر ظهرانا مر ظهران من الله رغم يوم الدقائن ثم افتتحوا فرضينا الحرم حرم كي فرضينا أوقف سلام فقدروا ميدقين مكة مقالد مكة وأجلوا بولين سكانها سكان مكة مكة تكيدقناي يقولون أو الجرائم تنا سكان كذا تجاهو جرائم له جرائم كذا جرائم له راو يدك نادي جرائم مركا هذا يقولون ما هو مركا خزاعين هذا تفكر أنت نريد مشان الله كتاب بدي لا يقرأ سيم قبائل كي او جلبيدي رير كهلان اما رفي رير كهلان قاب كيو نكو قولينا خشاكو يعني قزدي امبرو دي مركا قزدي دي اولي بسي جرني وتنقل كل قولي حارثة ابن عم لكاتنا نسي بيكم داي ثعلبة ابن عم حارثة ابن عم عمران ابن عم سدع لقوفا سي كار انا انهاني قعسي مركا كي قصينا خشاكو يعني ميني سكوري ميني سكوري أتمنى لي شجاعي حارث بن عمرو أو خزاعة اللي كسو أو أزدي اللي لين كمده أو رفيق رين كهلا لين كمده بقولوا كي جيني نكشفوا يا رسول وتنقل قول كره من محال وسكمده من الأزدي اللي ده أزدي اللي يكون سكوك مده حارث بن عمرو يكون بروه وحارث بن عمرو خزاعة أو خزاعة اللي كسو معنا خزاعية اللي رين قبيلة دي وبنوه أولاد سيا قول كره في ربع الحجازي حجازي كل كلا راي ديغانيدي تي يك دح غور غوريه حتى نزلوا الى يكون ديغانا بمر الظهران مر الظهران ميل اللي بسوا الى يكون ديغانا ثم افتتحوا فرودنا الحرم حرم كي فرودنا وحوغا غلينا او قبسنا فقدموا ديغانا مكه مكيه ديغين واجلوا رورن غوريه نتوغدنا سكانها سكان مكة مغاردة مكة تكي دقنا او اصر قاي الجراهيمة جراهيمة اللي كزاي معنا قبائل هو جراهيم اللي راوي يدك لهم بس كنتو بدل مزاعين تين بين دقيق حرم كي مينك سداسيك ما بلوك وقت خمسة وكا أرغو دوم ريادة تفترم تريدة نيكو كويسة وسارة سعودة جفنة عمر جفنة ابن عمر لان كل راوي سون السعودي إلى الشام اللي نيدي شاميان السعودي فأقام شام مر كل راوي نور ودما كوبناي شرينا تلمان نيام غير مبقايني حسوس الدين اجيال صح؟ شام مكتون راوي جغرافيا وقدمت سكوبين ما يكون داي شان بشري سوريا لبنان اردن فلسطين جهاد اسام بين الكلمه اولاد او اولاد جفن هاين انيغا سيام بين فاقام نقل بها بالشام الشام يا هو السني وبنوه ولاديس كنا قاعد وهو أبو الملوك الغساسنة مقرضي وغساسنة أو شو نسبة يعني بيلين نسبة أو الغساسنة ده زي معناه إنك أبتريا إلى ما يبي اللي نسبة فيها سوق الحجاز الحجاز كيان من عالة أو بميل بيع أو حجاز كيان يار ده معناها اللي كم قد رواي يعرف اللي كسائب بغسان غسان اللي كسائب كانوا ملك بأبتري واللي حريري مغاجو كانوا يومها أنا غساس ندى قد نزل الدقن بها أرض بالماء به يدقن أولا مقر قبل انتقال من تيد الدور إلى الشام الشام النبور أنا مرك قحايا أو غورايا
وسط وطن بعض بطونها ربي ارد معنا قبيله ذات ما شئنا وضعي
قال كم ده من قوت مال ده أنا مشارف الشام الشام حدود الإيميل وقوت مال ده وشمال الحجاز الحجاز وكل رأي وعطى شأن وقوي شيء كا عشان كان بيجي تاني كا كذا إلى إكرام الله هذا والله ورد ذلك صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كا ولا قبائل تريوم كل قراص قبيلة مجاب ولا قبل عبد مجالس كل قبائل فلان سكيرت معنا الجودة الفهد مصطلحات مؤريد وستعمال وشاف الفهد شام هم سكير بين الجد الجاز هم كير بين الجد كهام هم سكير بين الجد هل أريد أصلا أو أريد بحيث كتاب كيل ترى رام كيل ترى رام إن هذا قمت الفهد صدق صلى الله عليه وسلم وعلى آله